مش قادرة أركز بقى من كمية البرد. أجواء باردة جدا. إليسا ونصيف زيتون يتحديان البرد. متدفئين كتير؟ دفوا 100. جو يلي بديان تلحقني تزواج. هيك وصلت إليسا على الرياض لإحياء حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض من تنظيم هيئة الترفيه وبنش مارك اللي حضروا ستاب مميز احتفالا فيها. لو انه كان في برد بس الجو تبع العالم عملوا كتير مجهود معي عطوني قوة يعني بس عطوني دفع كمان. فإليسا تحدت الطقس البارد في الرياض ودرجة الحرارة اللي كانت ناقص واحد وأضافت أجواء دافئة من خلال أغانيها الرومانسية المميزة. حفلة حلوة كتير أكيد. بدي أشكر بنش مارك، بدي أشكر هيئة الترفيه وشكر خاص لمعالي المستشار تركي آل الشيخ. إن شاء الله يعني منضل هيك بهالهمة والسعودية بتضل بهالنشاط الحلو كتير يعني. لكن ما قدرت تطل بفستانها الأبيض من تصميم إلي صعب، إنما لبست فوق العباية السعودية. إن شاء الله تكونوا متدفئين كتير وما تبرزوني بس برد كتير. والطقس مش بس غير الإطلالة، غيرت الريبرتوار اللي أنا عطيتهم إياه لأنه ما مش قادرة أركز بقى من كمية البرد. صرت عم غني أغاني إنه أهيل لإلي، مش هينة أونفلات، ما في شي هين بس إنه من البرد شو عرفنا، عملت ردة فعل يعني. وقدمت إليسا الكثير من الأغاني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مثل وحشتوني اللي افتتحت فيها. أحلى لتكمل بمكتوبة ليك، كرمالك، لو تعرفوا وغيرها. وهالحفل على مسرح أبو بكر سالم جمع إليسا لأول مرة بنصيف زيتون بحفله الأول في السعودية، بالرغم من العلاقة المميزة اللي بتجمعهم واللي شفناها أكثر من مرة بكواليس حفلاتهم. أجواء باردة جداً. الحمد لله أنا مبسوط، إن شاء الله يكون الناس مبسطت. الطقس شوي متعب بتخيل لألي وللقاعدين، بس أنا مبسوط أني لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، أول مرة بموسم الرياض، بيشرفني أني كنت موجود. إن شاء الله يا رب تكون قد المستوى كنا، وإن شاء الله هيك نشوفكم دائماً مناسبات أكثر وأكثر. وافتتح نصيف بالهيت اللي أصدرها في ديسمبر على السريع. وعد وقدم بربك، مجبور، يلي بدياني، تكي وغيرها. والله جمهور رهيب جدا على الطقس الموجود والبرد الموجود، كانوا ممتازين. بتخيل نحن تفاعلنا بطريقة جيدة جدا مع بعض والحمد لله. جمهور السعودي صيته سابه صدقني بالتفاعل وبالكرم وبالضيافة. طهوري على العالم شوي بس ليصير في أخد وعطا. ورجع أخذ الجمهور على أجواء رومانسية وقعد على المسرح ليقدم بدياها. ووصى نصيف الجمهور أنه يتدفى قبل ما يرجع ويختم بأغنية على السريع مرة جديدة. تدفوا 100، تصبحوا على الخير، باي باي. على السريع على السريع، قلبي حبك على السريع، عم خوفك تسكن قلبك. تصبحوا على الخير. Thank you. شكرا.